استاذ احمد سالم. يا احمد باشا مساء الانوار. الله يخليك يا كابتن مدحت، مساء الفل. يعني النهارده كان عندكم مجلس اداره هام وعاصف، يعني نستمع منك على اهم القرارات يا احمد بيه. يعني القرار الاول كان فريق 2009، هم طبعا ولاد صغيرين ويمكن متحمسين زياده، لكن المجلس شاف ان هم يعني خرجوا عن قواعد يعني الروح الرياضيه شويه او الاخلاق الخاصه بنادي الزمالك، فتم توجيه اللوم ليهم ولفت النظر، وان شاء الله كابتن حسين السيد يتخذ الاذن. ده عشان الناس تبقى عارفه، بعد مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2009 اللي فاز فيها نادي الزمالك 5-1 اعتقد. بالظبط. وصدرت بعض الافعال غير المناسبه من ناشئي نادي الزمالك، تمام. بالظبط. اتفضل. في قرار الاستاذ مرتضى احمد منصور بخصوص اسقاط عضويته وفقا للائحه، في اللائحه شروط للعضويه والاسقاط العضويه، انطبقت شروط اسقاط العضويه على الاستاذ مرتضى منصور فتم اصدار القرار باسقاطه. يعني اذا القرار اللي هو يعني يعتبر يعني بالنسبه للناس مفاجاه او مش مفاجاه، خلينا نقول يعني قرار قوي قوي، هو قرار إسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور، واستند في هذا الأمر على إيه أحمد بيه؟ لائحة 8 و10 أو 8 و12، معلش الأمور دي قانونية يمكن متخصصة شوية. دول اللي فيهم شروط العضوية وشروط إسقاطها، وانطبقت عليه شروط إسقاط العضوية. هل عندك تفصيل للائحة ولا نكتفي بالعنوان ده؟ لا، عندي امور قانونيه بقى، اكيد اهل القانون هم يكونوا ادرى مني بيها، ولكن معلوماتي ان اللائحه دي بتنطبق عليه شروط اسقاط العضويه فيها. وبالتالي مجلس الاداره اصدر قرارا باسقاط عضويه المستشار مرتضى منصور. تمام. اتفضل. ما عدا ذلك بقى كلها قرارات اللاعب المحترف فريق كرة السلة، لاعب أمريكي متميز جدا تم يمكن مراقبته لفترة طويلة. نعم. موضوع وزارة الأوقاف، إن تم التواصل من دكتور حسام المندور الحسيني وبين وزارة الأوقاف، وجاري إن شاء الله حل الأزمة اللي يمكن بقى لها سنين. اعتماد عقود الجهاز الفني وأمور أخرى متهيألي ذكرت كلها في البيان. في هذا الإطار يعني. طيب، أنتم المفروض بكرة جاي لكم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن خطيب؟ باذن الله الساعه 12 هيشرفوا نادي الزمالك كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي كله، واهلا وسهلا بيهم طبعا. وده الطبيعي يا كابتن مدحت، يعني لو حضرتك رجعت للصور القديمه هتلاقي كابتن حلمي زموره وكابتن صالح سليم كانوا اصدقاء اعزاء، وبعد كده كان في علاقات طيبه كتير، وده المفروض يسود بين الانديه المصريه كلها طبعا. صحيح صحيح. اهلا وسهلا من مجلس اداره النادي الاهلي، ويشرفوا طبعا بكره في طوبه يعني. المباراه بكره الاسماعيلي والزمالك ان شاء الله، هل هيحضرها مجلس اداره النادي؟ ان شاء الله يمكن عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره رايحين الاسماعيليه يحضروا الماتش باذن الله، ونتمنى التوفيق للفريق. يعني اعتقد المجلس فيما يخصه من تعاقدات او مدير فني قاموا بما عليهم، والتوفيق بقى ده من عند ربنا والدعم والجمهور باذن الله. محمد عبد الشافي، هل يعني هو احنا عرفنا انه جاله رباط صليبي، يعني هل هيسافر المانيا فعلا؟ خلاص، صدر قرار من كابتن حسين لبيب بسفره ان شاء الله لاجراء العمليه الجراحيه باذن الله، ويرجع بالف سلامه. عبد الشافي ده واحد يعني من اساطير نادي الزمالك، يمكن الراجل طول عمره ما كان طرف في اي مشكله مع اي نادي راح له، ولعيب غالي جدا عند جمهور الزمالك، ونتمنى له الشفاء باذن الله. فيما يتعلق استاذ احمد بموضوع غرامه كهرباء، بكره مجلس اداره النادي الاهلي عندكم بكامل عتاده، هل هناك اتجاه لمناقشه هذا الامر بشكل او باخر؟ والله كنت انا ما اعرفش ايه اللي هيتم يعني طبعا، لكن اعتقد ان الزياره يعني ما لا يعني مش وقت مناسب خالص لمناقشه اي مشاكل، زياره بروتوكوليه وزياره بمناسبه تهنئه مجلس اداره نادي الزمالك بتسلم مهام الاداره، وهي اتاخرت بسبب يمكن مرض ووفاه الغالي كابتن العمري فاروق رحمه الله. انا ما اعتقدش ان الامور هتكون يعني هتتجه في هذا الاتجاه، مش وقته يعني، اكيد طبعا يشرفوا وينوروا، لكن ما اعتقدش ان هو وقته اثاره اي مشاكل اخرى يعني. صحيح. كان في قضايا معلقة خالد بوطيب وأحمد بالحاج وباتشيكو وفرجاني والكلام ده كله، هل عندك إلمام بيه يا أحمد بيه؟ تمام يا فندم. هو بص يا كابتن، في تم التعاقد مع أبو صرصار المحامي التونسي، إن شاء الله هيتولى كل القضايا دي، وراجل معروف عنه يعني يعني هو راجل متمكن في المجال القضايا مع الفيفا، وإن شاء الله يكون في تطور سريع في القضايا اللي الزمالك طرف فيها في الفترة الجاية بوجود أبو صرصار المحامي التونسي. أنتوا أخذتوا قرار مجلس إدارة بتعيين هذا المحامي النهارده. بالظبط. بشكرك يا احمد بيه، شكرا جزيلا. عفوا يا كابتن مدحت، ربنا يخليك بالتوفيق. شكرا، ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا.